عن خلفية استيلاء شخصيات نافذة وميليشياوية على العقارات في محافظة نينوى ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. سيد يحيى مرحبا بكم. يعني محكمة تحقيق النزاهة في نينوى تصدر حكما بمنع التصرف ب 844 قطعة أرض تابعة للدولة خصصت لجهات مختلفة، لكن السؤال المطروح هنا إلى أي مدى ترى أن عمليات التخصيص تتم على أسس قانونية؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، لا توجد هناك أي تخصيصات وفق القانون لأي جهة أو شريحة في المجتمع بعد أن سيطرت الميليشيات سيطرة تامة على كافة مفاصل محافظة نينوى وتحول عملها الذي جاء تحت حجة مواجهة داعش إلى النفوذ الاقتصادي والسيطرة على موارد هذه المحافظة وأراضيها ومصالحها وعقاراتها. لذلك لا يوجد هناك قانون واضح بالنسبة لأبناء نينوى، إنما تتم توزيع هذه الأراضي على أساس المحسوبية والمنسوبية والعلاقات مع المسؤولين. وأغلب الأفراد المستفيدين منها هم من سكنة خارج محافظة نينوى وليس من أهلها. سيد يحيى، يعني لماذا محافظات بعينها يتم فيها توزيع هذه الأراضي على الأسس التي ذكرت ومن بينها نينوى؟ لماذا نينوى تحديدا؟ أخي الكريم، هذا ضمن هو اخطبوط الفساد الكبير ومشروع التغيير الديموغرافي الذي يجري العمل عليه في محافظة نينوى، وهي واحدة من المحافظات العراقية الأخرى التي جرت أيضا السيطرة على مواردها وتوزيع هذه الأراضي، بل والسيطرة على عقارات الدولة فيها لصالح جهات حزبية وميليشياوية وشخصية. وتم إفراغ هذه المحافظة من كل عناصر وجودها وحيويتها وقوتها وبنيتها التحتية لصالح هذه الأحزاب، التي إذا ما في يوم من الأيام جرى قطع مواردها من قبل الخزينة العراقية فإنها سوف تعتمد على هذه العقارات وهذه الأراضي وهذه الموارد التي صنعتها لنفسها في هذه المحافظات التي سيطرت عليها تحت حجة مواجهة داعش في 2017. سيد يحيى، هل للميليشيات دور في عملية الاستيلاء على العقارات سواء في نينوى وغيرها من المحافظات؟ نعم أخي الكريم، هذا واضح. يعني الفساد المستشري في عقارات نينوى هو واحد من أذرع الفساد في المحافظات العراقية، واستولت على ملفاتها عصابات ومافيات تلك الأحزاب وقامت بتزوير مستنداتها والسيطرة على مصالحها. هذه واضحة بالنسبة لأهالي نينوى بأن هذه الميليشيات هي من تسيطر على آلاف الهكتارات والدونمات من الأراضي سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية، وتقوم بتوزيعها على أفرادها. ولذلك في هذه الفترة جرى فتح هذه الملفات بعد إن أزكمت الأنف كرائحة الفساد وأصبحت شيء واضح. لذلك حاول بعض هناك من النواب من يستغل هذا العمل أيضا من أجل الدعاية الانتخابية لفتح هذا الملف، لكن نحن نريد أن يصدر قرارات واضحة بمنع الاستيلاء على هذه الأراضي وتوزيعها لصالح جهات هي من خارج نينوى وتسعى لإحداث تغيير أو السيطرة على موارد هذه المحافظة، سواء هذه الأراضي تعود عقارات الدولة أو تعود لوزارة المالية بشكل عام. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، شكرا جزيلا لكم.